اهلا بكم. احنا دلوقتي في المتحف المصري بالليل في الفترة المسائية قبل وقت الاغلاق. الطبق اللي قدامنا دوت من اعجب الحاجات اللي معروضة لحد دلوقتي. تفسير للطبق دوت، في ناس بتسميه طبق الفريسبي، في ناس بتسميه مسميات تانية كتير، بس احنا لحد دلوقتي مش عارفين ايه ده. تدور الايام وتيجي، وخليني اقول لكم الحقيقة بتاعته. دوت اسمه صابو، طبق صابو. طبق صابو بقى مين صابو؟ دي كانت مقبرة تم اكتشافها في منطقة سقارة من عهد الأسرة الأولى. الطبق دوت فيه اختلافات كتير عليه، في ناس بقى بتقولك ان هو ده اللي عمله الفضائيين، وناس بتقولك معرفش عمل ايه، بس الحقيقة احنا لما اكتشفناه كان على الحتة اللي في المركز دي، شايفين ايدي فين؟ الحتة اللي في المركز دي كان فيه عمود خشب، العمود الخشب عليه الموضوع، عليه الطبق دوت. الطبق دوت معمول من الشست. اغلب الاعتقاد بتاع الاثريين وقتها لما تم اكتشاف المقبرة ان هو كان معمول عشان يبقى ممكن نقول قصرية زرع مثلا، او اناء بيتحط فيه الزهور. وعشان اكد لكم المعلومة اكتر اللي بقول لكم عليها مصدرها منين، تعالوا بصوا على الليبل بتاعه. ده الليبل الخاص بيه. فين بقى؟ مش عارف هو عمل فوكس ولا لا. بصراحة مقبرة صابو. الفكرة في ان الاناء دوت عجيب جدا. احنا مش يعني انا كان معايا دلوقتي مجموعة من الفيزيائيين، هما بيقولوا لي ان هما حضروا محاضرات، والفكرة بالنسبة لهم ان الموضوع عجيب، ان هما جايين مخصوص عايزين يشوفوا الطبق دوت في المتحف. تمام، تابعونا. كان معاكم زين موزايك كلاب. باي.